السلام عليكم خاوتي واخواتاتي، ومرحبا بكم جديد في هذا الفيديو. كما عودناكم خاوتي نجيبكم دائما اهم اخبار الجزائر. راح نهضروا على الكثير من الامور المهمه. اولا لقاء رئيس عبد المجيد تبون بماكرون، والفرق بين استقبال بوتين للرئيس تبون واستقبال بوتين للرئيس ماكرون والرؤساء الاجنبيين الاخرين. ايضا احنا هضروا وش جاء في الحديث بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس الروسي بوتين. وفي الاخير احنا هضروا على امر غريب من طرف فرنسا، حيث ان فرنسا على حسب شوف راهي حابه تنضم الى البريكس. المهم خاوتي هذا كل ما احنا هضروا عليه في هذا الفيديو، ما بقى معنا حتى الاخر باش تعرفوا كاع التفاصيل، وراح نشارك معكم كل هذه المواضيع بالفيديوهات طبعا بالصوت والصوره. ما بقى معنا حتى الاخر، ايضا ادعمونا بالضغط على زر الاعجاب، هذا الفيديو راح يتعرض لحملات سينيال مرعبه مره خاوتي، نتكل عليكم تساعدونا وشكرا. وبلا ما نطول عليكم هيا الى الفيديو. اولا في الفيديو خاوتي قبل ما نهضروا وش دار بين رئيس عبد المجيد تبون والرئيس الرئيس الروسي بوتين، خليني نوريكم طريقه استقبال رئيس بوتين للرئيس ماكرون في قصر الكريملين التي كانت مهيبه جدا. يعني تقولك تشوف في فيلم، خرج رئيس تبون من جهه وخرج رئيس بوتين من الجهه الاخرى، ثم تلاقوا في النص وقعدوا سمعوا لي نشيد البلدين. اولا خاوتي يعني خايف ما نقدرش نخليكم تسمعوا المقطع تاع النشيد لانه حقوق النشر راح يبلوكيو لي هذا الفيديو، ما نخليكم تشوفوا الفيديو صامت. شوفوا معايا المقطع هذا مسرع باش نهضروا على الاهم، هي ولي واش دار بين الرئيسين في الطاوله. شوفوا معايا. الآن يلتقي كما راكم شفتوا خاوتي. الاستقبال كان يعني حار وبحفاوة جميلة جدا. الآن نروحوا للنقطة الثانية الأهم، طريقة الجلوس مع رئيس عبد المجيد تبون وبوتين. يعني الرئيس بوتين هنا راح قدر الرئيس عبد المجيد تبون كثيرا. إذا شفتوا تم استقبال الرئيس ماكرون في طاولة سميت بأنها مهينة، لأن الرئيس بوتين قعد في الطرف من الطاولة ورئيس ماكرون كما راكم تشوفوا معي الآن في هذه الصورة قعد في الطرف الآخر بعيد عليه أزيد من 10 أمتار، رغم أنه كانوا قادرين يديروا البروتوكول هذا أنذاك ولا يديروا الكمامة. لكن شوفوا كيفاش الأوضاع راهي مختلفة جدا بين الرئيس تبون والرئيس بوتين. كانوا قاعدين البعض قرب بزاف البعض، وأيضا كان كل الطاقم حاضر. وخلال هذه المقابلة يعني شفنا الرئيس بوتين يبتسم ويضحك مع الرئيس تبون، الأمر اللي ما شفناهش مع رؤساء الدول الأجنبية. وفي هذه المحادثة الرئيس عبد المجيد تبون تحدث عن قوة وقرب الصداقة بين البلدين. رئيس تبون قال للرئيس بوتين، قال له كما راك تشوف ورغم الضغوطات اللي تفرضها علينا الغرب ومحاولة العقوبات، إلا أننا لم نتخلى عن الصداقة الوفية التي كانت بلدين. فالجزائر ما تنساش خير الدول الأخرى، وما نساتش بلي روسيا في وقت من الأوقات عاونت الجزائر تغلب الاستعمار الفرنسي من خلال إعطائها بالأسلحة. وهذا الأمر صحيح خاوتي. شوفوا معايا المقطع. الوفد المرافق لي وباسمي الخاص أن أشكركم جزيل الشكر على حرارة الاستقبال وحفاوة الاستقبال، وهذا يدل على عمق الصداقة الموجودة بين الجزائر وروسيا الفيدرالية كما كانت سابقا في من قبل. علاقات لم تتغير، ما يفوت 60 سنة من علاقات، والجزائر وفية أكبر وفاء إلى هذه العلاقة وهذه الصداقة.
اليوم فيه أوضاع وضغوطات ربما دولية، ولكن هذه ما تأثرش، لا تؤثر على الصداقة الموجودة بيننا. احنا اولا صيانة او صون استقلالنا يأتي بمساعدة قوية من روسيا الفيدرالية الصديقة في تسليحنا وفي الدفاع عن حريتنا في ظروف إقليمية صعبة، صعبة جدا. بالطبع التشاور مع الأصدقاء ضروري في كل الظروف، في كل الظروف احنا مطالبين بالتشاور في ما يخص كل النقاط اللي تهمنا مع بعض. أولا قبل ما نتطرق للنقاط، لا تسمح لي فخامة الرئيس أهنئكم مرة ثانية على يوم روسيا، يوم الوطني، يوم 12، و بالنسبة للمحاور الأساسية هي كما تعرفون تعلمون احنا بفضل مساعدة كذلك متاع صديقة روسيا تحصلت الجزائر على منصب غير دائم في مجلس الأمن، وهذا بفضل أصدقاء وعلى رأسهم روسيا الفيدرالية. احنا متفقين بالتقريب حتى قبل ما نتشاور متفقين على أكبر نقاط اللي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي. الوضع الدولي مضطرب جدا، ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار وغير الأورو وغير أولا، وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا إن شاء الله. أيضا قبل وقت ليس ببعيد روسيا هي الأخرى كانت ذكرت الجزائر بأنها هي أيضا ما تخلاتش على وفاء الصداقة بين البلدين، وفي 2006 مسحت كل ديون الجزائر، وكانت وأيضا نحات الألغام الفرنسية من الجزائر بخبراتها القديمة في المجال. وأيضا في هذه المحادثة المقطع ما بينهاش رئيس عبد المجيد تبون أبدى أكبر رغبة للجزائر من ناحية الدول الأجنبية، وهي الالتحاق بالبريكس، الأمر اللي راح الآن يتم التصويت له وراح تكشف الدول اللي راح تنضم إلى البريكس. وهذا الاجتماع راح يكون في أوتا في جنوب إفريقيا، يعني برئاسة جنوب إفريقيا. هذا الأمر يخلينا ننتقل للخبر الآخر الغريب، هو رغبة فرنسا الانضمام إلى البريكس، يعني ليس الانضمام إلى البريكس ولكن الانضمام لاجتماع القمة اللي راح تحدد فيها الدول اللي راح تنزاد إلى البريكس. الكثير تساءل عن هذا السبب الذي بقي غامضا الى هذا الى حتى الوقت. الرئيس ايمانويل ماكرون طلب من جنوب افريقيا حضور هذا الاجتماع، والكثير بدا يتكهن حول هذا الموضوع. قال البعض ان ماكرون راح حاب يحضر هذا الاجتماع باش ينضم ولا باش يخلي فرنسا تنضم للبريكس، رغم ان فرنسا هي جزء ولو عضو هام من مجموعه الدول السبع، وهي كما قلت لكم أكبر منافس للبريكس في العالم، وأيضا مجموعة الدول السبع عندها أكبر اقتصاد في العالم. وأيضا كي نجي نشوفوا فرنسا ما تحتاجش تنضم إلى البريكس، فاقتصادها ورغم كرهنا الشديد لها قوي جدا، يعني قوي أضعاف مضاعفة يفوق الجزائر. والجزائر الآن راي تعمل بجد باش تنضم إلى مجموعة دول البريكس. الآن ننتقل إلى المجموعة الأخرى اللي قالت رئيس إيمانويل ماكرون راح حاب ينضم لهذا الاجتماع باش يضرب الطابلة على الجزائر باش الجزائر تنضم، وبالتالي العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتحسن، ولكن هذا الأمر غريب جدا وغير منطقي. كل ما علينا فعله الآن هو انتظار أن تكشف الأسباب، حيث أن رئيس ولا رئيسة جنوب إفريقيا لم ترد على طلب إليزي ولا طلب ماكرون الانضمام إلى الاجتماع. من أنتم خاوتي وش رأيكم في هذا الموضوع؟ وما هو سبب طلب فرنسا حضور اجتماع البريكس؟
في جنوب افريقيا. خبرونا لكم في التعليقات. كما شفتوا خالتي واخواتي رانا شاركنا معكم ابرز عناوين اخبار اليوم. اذا عجبكم هذا الفيديو ارجوكم دعمونا بالضغط على زر اعجابكم، عارفين قناتنا الان ولهذا الفيديو راح يتعرض لحملات سينيال مرعبه. نشكركم جزيل الشكر على المشاهده وسنلتقي مع المزيد من الاخبار والمواضيع. الى اللقاء.